السلام عليكم طلاب الصف السادس، إن شاء الله اليوم سوف نبدأ بالدرس الثالث من هذه الوحدة، درس مساحة شبر المنحنى. أخذنا سابقا عن شبه المنحرف، كان يتميز بأن لديه ضلعين متقابلين متوازيان، ضلعين متقابلان متوازيان، تمام. إذا هذا الضلع يوازي هذا الضلع. لاحظ أن الأضلاع الموجودة هون على الجنب، أنت لو رفعتهم بهذه الطريقة، مديتهم يعني، سوف يتقاطعوا. إذا الضلعان هذول غير متوازيين. إذا يتميز شبه المنحرف بوجود قاعدتين لديه، هاي هي القاعدة الأولى، قاعدة واحد، وهاي هي القاعدة الثانية. في عندي كمان الارتفاع، إذا الارتفاع هذا هو الارتفاع، قائم مع القاعدة. إذا اليوم رح نتعلم مع بعض ما هو قانون مساحة شبر المنحنى، ما هي مساحة شبر المنحنى. إذا مساحة شبر المنحنى تساوي نص في مجموع طول القاعدتين في الارتفاع. فمثلا جبت مساحة شبه المنحنى الذي طول قاعدتين 12 سنتي 8 سنتي وارتفاعه 1 ديسيمتر. أول خطوة رح نكتب مع بعض قانون مساحة شبه المنحرف، اللي هي نصف في طول القاعدة في طول مجموع طول القاعدتين في الارتفاع. طيب بعدين أنا رح أوجد الآن تمام. إذا يجب تحويل الديسيمتر سنتيمتر سنتيمتر، إذا كلهم يجب أن يكونوا نفس الوحدة، سنتي سنتي ديسي، فراح نحول الديسي إلى سنتيمتر. نذكر مع بعض درج الأطوال، أنا هون عندي مليمتر، أنا هون عندي سنتيمتر، هون عندي ديسيمتر، هون عندي متر، إذا عندي بينهم 10. الآن أنا طالع بقسم وأنا نازلة بضرب، إذا أنا طالع رح أقسم وأنا نازلة رح أضرب، تمام. إذا أنا ديسيمتر رح أنزل الآن، إذا رح أضرب الواحد في 10 فرح تصير 10، واحد في 10 10 سنتيمتر، لأن أنا عندي توحد الأطوال صار سنتي 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 واحد. بطبق على القانون، نص في مجموع طول القاعدتين، هي القاعدتين اللي عندي 12 زائد 8 ويساوي 20 ضرب الارتفاع اللي هو أصبح 10 سنتيمتر، 10 سنتيمتر. إذا يلا نص 12 زائد 8 الأولوية للأقواس طبعا 20 ضرب 10، 20 ضرب 10 200، 200 تقسيم 2، إذا الجواب 100 سنتيمتر مربع، 100 سنتيمتر مربع هي مساحة شبر المنحنى، تمام. السؤال الأول موجود عندي بصفحة 59، شبه منحرف طول قاعدتي 30 سنتي 2 ديسي وارتفاعه 4 ديسيمتر، احسب مساحته. نلاحظ انه عندي احد طول القاعدتين غير مشابه للقاعده الاخرى والارتفاع، اذا رح نحول الان السنتيمتر الى ديسي متر، رح احول السنتيمتر الى ديسي متر. فانا عندي السنتيمتر موجود الان هون، فانا حتى احول للديسيمتر معناته انا رح اطلع الدرج، اذا انا رح اقسم، ف 30 تقسيم 10 اذا الجواب 3 ديسيمتر اصبح طول القاعدة، اللي هاي أصبحت 3 ديسيمتر. الآن بالتطبيق على القانون، مساحة شبه المنحرف تساوي نصف في مجموع طول القاعدتين في الارتفاع،
وتساوي نصف مجموع طول القاعدتين، صار عندي واحدة 3 ديسي وواحدة 2 ديسي، إذا مجموعهم 5 ديسي متر ضرب الارتفاع اللي هو 4، إذا ما تساوي هاي صارت كم؟ 5 أولوية للأقصى. 5 ضرب 4 20، 20 تقسيم 2 فالجواب 10 ديسي متر مربع، 10 ديسي متر مربع. مثال رقم 2، قطعة أرض على شكل شبه منحرف مساحتها 400 متر مربع، فإذا كان مجموع طولي قاعدتيها 40 متر فجد ارتفاعها، إذا هو أعطاني المساحة وأعطاني مجموع طولي القاعدتين والمجهول هو الارتفاع. أول خطوة أنا بطلع، أنا عندي هون متر متر، إذا الوحد متشابهة، سوف نكتب قانون مساحة شبه المنحرف نصف مجموع طول القاعدتين في الارتفاع. نص راح تنزل، طبعا مساحة شبه المنحرف أعطاني إياها بالسؤال 400 ضرب مجموع طول القاعدتين أعطاني إياها كم؟ 40، إذا هذا مكان الأقواس راح إيش يصير؟ 40 ضرب الارتفاع مجهول. 40 ضرب نص يعني كأنه عم بحكي 40 تقسيم 2 20، أنا حتى أوجد الارتفاع بقسم كلا الطرفين على 20، هدول بيروحوا، صفر بيروح مع صفر، و40 تقسيم 2 20 متر هو الارتفاع. نيجي الآن على سؤال رقم 2، شبه منحرف مساحته 2 ديسيمتر مربع، فإذا كان طول إحدى قاعدتين 15 سنتيمتر وارتفاعه 10 سنتيمتر فجد طول قاعدته الأخرى. طبعا أنا لو أرسم هذا الشكل المنحرف، أعطاني إنه المساحة هي 2 ديسيمتر، طول إحدى القاعدة 15 سنتي والارتفاع 10 سنتي، إذا في عندي أنا اختلاف بالوحدة، إذا أنا عندي ديسيمتر هي المساحة والقاعدة والارتفاع هي سنتي. طبعا أنا هون عندي سنتيمتر مربع، إذا أنا رح أرسم الآن درج المساحة وليس درج الأطوال. درج المساحة اللي هي مليمتر مربع، سنتيمتر مربع، ديسيمتر مربع، والمتر مربع. وأنا طالع رح أقسم، هذا اسمه درج المساحة، وأنا نازلة رح أضرب بنفس الطريقة. إذا أنا هون رح أضرب وأنا هون رح أقسم. طيب الآن لكن عندي أنا درج المساحة كونه مربع يعني 10 في 10 عندي من كل درجة ودرجة 100، من كل درجة ودرجة 100 مثلا. طيب الآن أنا عندي ديسيمتر بدي أحوله إلى سنتيمتر مربع، إذا أنا رح أنزل يعني رح أضرب ب 100، ف 2 ضرب 100 فالجواب 200 سنتيمتر مربع، أصبحت الوحدة هاي 200 سنتيمتر مربع. طيب الآن راح أعوض بالقانون، القانون هي عندي نص في مجموع طول القاعدتين في الارتفاع، كم المساحة أعطاني إياها يا سادس؟ أعطاني المساحة هي صارت 200 سنتيمتر، إذا بكتب 200 يساوي نص في مجموع القاعدتين، القاعدة الأولى 15 القاعدة الثانية مجهولة بسميها س ضرب الارتفاع اللي هو 10. تمام، 200 راح تنزل تساوي نص العشرة ايش هو؟ 5، إذا 5 في 15 زائد سي، 15 زائد سي، أنا على 5، على 5 هدول بيطلعوا 200 تقسيم 5 اللي هي 40، إذا أصبح الحل 40 يساوي 15 زائد سين. أنا كيف بدي أخلي سين لحالها؟ بطرح 15 من الطرفين، ناقص 15 ناقص 15، فأصبحت سين اللي هي القاعدة الثانية تساوي 25 سنتيمتر. لاحظوا أنا حولت الوحد كلها إلى سنتيمتر، إذا القاعدة الثانية هي 25 سنتيمتر. هيك بكون انتهى درسنا لهذا اليوم، يا سادس يعطيكم العافية.